نعتقد في مستشفى غزة الأوروبي جنوبي القطاع لنطلع أكثر على صورة الوضع والمشهد في هذا المشفى. عدد كبير من النازحين الذين جاءوا من المناطق الشرقية لمدينة خان يونس وصلوا إلى هذا المشفى منذ أيام، وبالتالي هناك عدد كبير منتشر في كل الممرات والأقسام. الأوضاع الإنسانية معقدة وصعبة وقاسية، وعلى الرغم من أن هناك نازحين متواجدين في كل الأقسام داخل هذا المستشفى، إلا أن الطواقم الطبية تعمل على مداواة الجرحى والمصابين، وأيضا هناك وفد طبي دولي متعدد التخصصات يعمل أيضا على مداواة الجرحى وإجراء العمليات الجراحية لهم. مشتتي كل واحد متبهدلنا، ولا أكل ولا شرب، وهذا اللي مش عارفين وين نقعد، مش عارفين وين، واللي جرى لنا ما جرى له مخلوق يا اخي. والله تبهدلنا، والله تبهدلونا اليهود وكتلوا الاولاد. نتواجد في قسم العمليات داخل مستشفى غزة الأوروبي، وهو المستشفى الوحيد الذي سمح للوفود الطبية الدولية بالوصول إليه، كون أن مستشفيات القطاع جميعها خرجت عن الخدمة، خاصة في المناطق الجنوبية ومدينة غزة وشمالها. كما يعني تشاهدون الأطباء على قدم وساق يجرون العمليات الجراحية لعدد كبير من الجرحى والمصابين جراء الحرب الإسرائيلية. نجري عمليات كبيرة من الجراحات الدقيقة جدا المعقدة في كافة المجالات، في الجراحة العامة، جراحة الصدر، جراحة الأوعية الدموية، جراحة الوجه والفكين، وأيضا جراحات التجميلية والترميمية. معنا أيضا أطباء تخدير وفنيين تخدير وممرضين عمليات لإجراء يعني عملية كمية كبيرة جدا من العمليات، بسبب كما تعلمون الظروف الموجودة في غزة والحالات المتراكمة والكادر الطبي المنهك الذي لم يستطع أن يجري جميع العمليات الموجودة. يعني شكرا لك دكتور. يعني هناك أهمية كبرى للوفود الطبية الدولية التي تصل إلى قطاع غزة في ظل استمرار الحرب الإسرائيلية، في ظل الأعداد الكبيرة من المصابين والجرحى، وفي ظل أيضا خروج المشافي عن العمل داخل القطاع، وهناك إنهاك للكوادر الطبية المحلية داخل قطاع غزة. أحمد حرب لقناتي العربية والحدث من المشفى الأوروبي جنوب قطاع غزة.